احد الجيومتريك فاكتورز ايضا هي الفوكال سبوت بلر. بيسكلي الفوكال سبوت هي بيسكلي هي السورس، هي دي شكل السورس اللي احنا بنشوفه. يعني عندنا الاريا اللي احنا بنعملها اكسايتيشن او بنعمل لها بومبارمنت بالالكترون بروجكتايلز، بيسكلي بتبقى هي دي السورس اللي عندي. السورس ده بيبقى له دايمنشنز، ما هواش نقطه. فنتيجه لكده لو عندي اوبجكت بالشكل ده كده، لو عندي النقطه الاولانيه في السورس بتجيب لي النقطه دي من في الصوره، والنقطه الاخيره في السورس تجيب لي نقطه ثانيه هنا، فيطلع لي حاجه زي بلر كده. والبلر ده نتيجه لان الاوبجكت بتاعي متصور ب بسورس، السورس ده له فاينايت ويث، ما هوش بوينت. فبالتالي بنلاقي عندنا مشكله الحقيقه، يعني ممكن تعمل لنا مشكله في السبيشال ريزولوشن. السبيشال ريزولوشن بيسكلي عايزين نقطه تطلع نقطه، هنا النقطه بتطلع يعني مسافه، بتطلع بلر. فعلى قد البلر دوت ده بيحدد لي السبيشال ريزولوشن او دقه الصوره عامله ازاي. في عندنا مشكله تانية برضو ممكن ريفير للموضوع الهيل افكت اللي كنا اتكلمنا عليه في الجينريشن بتاع الاكس راي. بيسكلي لو احنا عندنا بنتكلم على الدايركشن دوت اللي هي الاشعه اللي ماشيه في الدايركشن ده، بيحصل لها اتنيويشن اكتر نتيجه انها بتمشي داخل التارجت نفسه، فالاتنيويشن بتاعها بيبقى اكبر. فبالتالي بنلاقي عندنا فوكال سبوت بلر اللي هو ناحيه الكاثود اللي هو بعيد عن ناحيه الانود. طبعا هنا بنتكلم على ده الانود، الناحيه الثانيه بتبقى الكاثود. فناحيه الكاثود اللي هي البلور اللي موجود ناحيه الكاثود بيبقى اكبر من البلور ناحيه الانود. فبيبقى في عندنا اختلافات حتى في الفوكال سبوت بلور حسب المكان اللي موجود فيه الفوكال سبوت بلور ده بيبقى موجود فين. طبعا لو بتكلم على ان هو مثلا المسافه هنا كده بنلاقيها صغيره جدا، هنا نلاقيها وسط، هنا نلاقيها اكبر ما يمكن، ناحيه اليمين بنلاقيها اكبر ما يمكن. طبعا عشان نتكلم على فوكال سبوت بلر، لو حبينا نحسب القيمه بتاعته كام، في عندنا ايكويشن بيسكلي نفس الكلام برضو. احنا بنتكلم على المسافه دي بالنسبه للمسافه دي كام. فطبعا احنا عندنا برضو المثلثات اللي هي المتماثله اللي احنا كنا بنتكلم عليها نقدر ناخدها برضو في الاعتبار. فنلاقي السورس تو اوبجكت ديستنس على الاوبجكت تو ايمج ديستنس هي نفسها بتساوي الافكتيف فوكال سبوت على الفوكال سبوت بلر. يعني بيسكلي المثلث اللي فوق ده اللي هنا ده كده والمثلث اللي تحت متماثلين، وكل واحد فيهم بيسكلي بيعتمد على المسافه اللي هي يعني الاوبجكت تو سورس ديستنس او الاوبجكت تو ايمج ديستنس. فبيسكلي لو بصينا عليها بالشكل ده كده نقدر نحط الفوكال سبوت بلر بيساوي الافكتيف فوكال سبوت اللي هي المسافه الافكتيف بتاعتنا بتاعه الفوكال سبوت نفسها بتاعه الاكس راي تيوب بتساوي كام، مضروبه في الاوبجكت تو ايمج ديستنس على السورس تو ايمج ديستنس. يعني الاوبجكت تو ايمج ديستنس هي المسافه دي على المسافه دي. فطبعا كل ما احنا صغرنا المسافه اللي هنا دي كده كل ما كان الفوكال سبوت بلر كان اقل. يعني مثلا لو احنا بصينا على النقطه دي هنا كده هنلاقي الفوكال سبوت بلر بتاعها كبير جدا. لو بصينا ان احنا نفس النقطه هي نزلت بقت تحت كده الاوبجكت تو ايمج ديستنس بتاعتها بقت اقل ما يمكن، هنلاقي ان الفوكال سبوت بلر بقى اقل. فاحنا برضو لو احنا عاوزين نقلل مشكله الفوكال سبوت بلر ساعات بيسموها البنمبرا، بيسكلي احنا محتاجين نخلي الاوبجكت اللي احنا بنصوره يبقى اقرب ما يكون للايمج ريسبتور. كل ما احنا بعدناه عن الايمج ريسبتور كل ما كان الفوكال سبوت بلر مشكلته تبقى اكبر في الصوره.